understand it. You know, that's why if you say Allah Muhammad Rasulullah, because it's the last prophet God sent. You understand it? Yes. You have to believe that again. قل أشهد 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 أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمته وكلمته كلمته كلمته ألقاها إلى مريم ألقاها إلى مريم إلا مريم وروح منه وروح منه منه نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هداك للإسلام الحمد لله الذي هداك للإسلام لا بد أن تشرح له الطهارة والصلاة وأن يبدأ إن شاء الله بالصلاة الحمد لله أنت الآن أخ لنا لك ما لنا وعلينا عليك ما علينا وبيننا المحبة والمودة لله وستتعلم أحكام الإسلام إن شاء الله الإسلام فيه جانبان جانب من هي الطرق لا بد أن يتركها الإنسان وجانب واجبات لا بد أن يفعلها الإنسان هذا جانبين جانب الطرق المنهيات وجانب المأمورات المنهيات درجات ليست درجة واحدة فيها كبائر وفيها فواحد وفيها صغائر وكذلك المأمورات